وسط أجواء روحانية، شارك نحو 4000 حاج من أبناء الطوائف الكاثوليكية في قداس احتفالي بمناسبة اليوم الحج السنوي في موقع المختص على نهر الأردن الذي شهد عماد السيد المسيح عليه السلام. هذا اليوم 17 سنويا الذي نحيي فيه الحج المسيحي الوطني إلى موقع المعمودية المغطس، ولكن طبعا من 17 عاما اختلف الوضع، أصبح لدينا كنائس نصلي في داخلها بالإضافة إلى التبرك بمياه نهر الأردن المباركة. نعلم بأنه على مدار 50 عاما زارنا إلى اليوم جروب، يعني مجموعة من البابوات، 4 بابوات زار الأردن، وهذا صراحة شيء فريد للأردن. لذلك هذه دعوة نوجهها إلى كل إخوتنا العرب وأصدقائنا من العالم أجمع، أنهم إذا أتوا للأردن سيتبركون بمياهه ويتبركون بترابه المقدس. نقول للعالم تعالوا زوروا الأردن، سيجدون أنه بلد آمن مستقر، وسيجدون أن ترابه مقدس وماءه مقدس. تعالوا لا تخافوا، الأردن بلد آمن. وضمن أجواء الاحتفال سار موكب يتكون من عشرات الكهنة يتقدمهم المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيير باتيستا بيتسابالا إلى النهر، فملأوا جرارا من مياه نهر الأردن ورشوا المشاركين بها بعد دخولهم الكنيسة لإقامة القداس الاحتفالي. قبل القديس مريم دام بتولية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى رب إلهي. وشارك في القداس إلى جانب الحجاج الأردنيين العديد من الحجاج المسيحيين والعرب والأجانب الذين جاءوا للاحتفال بهذه المناسبة المقدسة. الإشارة إلى أن المختص يقع شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على قائمة التراث العالمي عام 2015، ويتوافد إلى الموقع عشرات الآلاف من السياح كل عام. ألا أبو حمدي، رؤيا.